FM. الكلمة ليك. هدفنا الأساسي هو لفت انتباهي لوضعية تربية المواشي في البلاد التونسية وما تعاني هذا القطاع من أول شيء من غياب الهيكلة, ومن خلال والنقطة الثانية هي السماء المراقبة والتطهير. اليوم هذه فرصة أن نحن لفت انتباه المصالح المعنية من وزارة الفلاحة للتدخل في هذا الشأن وحماية ثروتنا الحيوانية, ثم أنه هو دفع المواطنين إلى عدم سما للوقوع في هذه الإشكال. نحن غايتنا شرعية وهدفنا هو قدمنا حلول في حتى في رسالتنا, ومش هدفنا هو تعطيل هذه الشعيرة أو الإغرار بمصالح المربين. لا بالعكس, نحن هدفنا هو شرعي, وهدفنا هو حماية المستهلك وحماية حتى المربين بتدخل المصالح وزارة الفلاحة بتوفير بياطرة, بتوفير أدوية, بكل طرق, بالحجر الصحي, فهمت, لحماية بقية المواد. الكلمة ليك.